اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. Today ان شاء الله we are going to continue unit 2 lesson 3 which is entitled the triangle. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعضينا unit 2 الدرس الثالث، درس مهم جدا جدا بعنوان التريانجل او المثلث. الدرس بتاعنا النهارده قبل ما نبدا فيه، المعلومات اللي انت هتاخدها في الدرس ده هتفضل معاك جميع السنوات القادمة، يعني لازم تركز قوي علشان لما تطلع السنة الجاية واللي بعديها تلاقي الدنيا معاك سهلة جدا. طيب نبدأ مع بعضينا ونعرف ايه هو الترينجل. احنا يونت 2 لما جينا بدأناها بدرس اسمه البوليجون، وقلنا تعريف البوليجون is a closed shape consists of line segments connected with each others. وقلنا ان اقل عدد من اللاين سيجمنتس اللي ممكن تعمل لي بوليجون كانوا 3 لاين سيجمنتس. طب ال 3 لاين سيجمنتس دول لما اجي انا اوصلهم مع بعض يدوني ايه؟ يدوني التريانجل. يبقى تعريف التريانجل is a polygon which has 3 sides. زي الشكل اللي قدامنا ده، لما نيجي نبص هنا ده ايه؟ ده تريانجل. طبعا انت عارفه من فترة، احنا عايزين نتكلم عنه in details، يعني نحاول نفصل فيه شوية. تريانجل متكون من ايه؟ بص كده معايا هتلاقي عندك حاجة اسمها AB، ده كده اسمه ايه؟ ده اسمه سايد. طيب وعندي BC، البي سي دي كلها ايه؟ دي لاين سيجمنت بنسميها سايد، ولما اجي اكتبها كده BC. طب ال A B دي ده سايد، لما اجي اكتبه كلاين سيجمنت اكتبه ازاي؟ اكتب A B وحط عليها شرطه كده. الشرطه دي يعني لاين سيجمنت، يعني قطعه من اللاين ليها ستارت وليها اند. يبقى معايا مين؟ يبقى معايا كمان سايد اهو اسمه A C. يبقى السايد الثالث اسمه A C. يبقى اي تريانجل في الدنيا ليه كام سايد؟ ليه 3 سايدز. طب اللي قدامنا ده مين هم؟ لما نيجي نسميهم يبقى التريانجل اتس سايدز ار، اللي عندي هنا ار اي اي بي وبي سي واي سي، يبقى اي بي وبي سي واي سي. ينفع اسيبها كده من غير ما احط الشرطه فوق؟ لا، لازم احط الشرطه دي كده، لازم، لو ما عملتهاش يبقى غلط. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن السايدز. في ايه تاني انا شايفه في التريانجل؟ انا شايف المنظر ده، احنا خدنا دي قبل كده وقلنا ده اسمها انجل، ودي اسمها ايه؟ انجل. ودي اسمها ايه؟ ودي اسمها انجل. طب كام انجل عندي في التريانجل؟ 1 2 3. يبقى اي تريانجل في الدنيا زي ما ليه 3 سايدز ليه 3 انجلز. جميل، اسميهم ازاي؟ يبقى اتس انجلز ار ايه؟ انا عايز اكتب كلمه انجل ايه، هل اكتبها كده انجل ايه؟ لا، ما بنعملش كده. اما بنعمل ايه؟ بنعمل شرطه كده، بصوا نعمل كده وشرطة على السطر، ودي تيجي معاها كده اكنها 45 ديجريز، منظر كده اكني باخد واخد انجل 45 ديجريز. نعمل شرطة كده على السطر واخد ايه؟ اخدها بميل كده. يبقى لما اجي اكتبها اتس انجلز ار ايه، اعمل كده، الكلمه دي معناها انجل، انجل ايه، واعمل دي كده انجل بي، اعمل نفس الكلام شرطة مايله وشرطة على السطر انجل ايه، انجل سي. انا كده لما اجي اقرا بقى المنظر ده اقول عليه ايه؟ انجل ايه، انجل بي، انجل سي. تمام، نقول تاني، اي ترانجل في الدنيا في 3 سايدز و 3 انجلز. طب ناقص حاجه كمان، ناقص 3 ايه؟ 3 فيرتيسيز. انا عندي الاي ديت اللي هي ايه؟ نقطه الانترسكشن، نقطه التلاقي ما بين السايد ده والسايد ده، دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها فيرتكس. طيب البوينت بي ديت، البوينت بي اللي هي نقطة الانترسكشن، نقطة التلاقي ما بين السايد اي بي والسايد بي سي، دي كده بنسميها ايه؟ بنسميها فيرتكس. ممكن نسميها انجل، هي اللي اسمها انجل بي، بس البوينت اسمها فيرتكس، لكن الانجل عبارة عن راي، وراي معمول لهم انترسكشن في بوينت، لأن تعريف الانجل اليونيون بتوين تو رايز، اللي هو الاتحاد ما بين تو ريز. اوكي، طيب يبقى انا عندي ايه هي الفيرتيسيز اللي عندي؟
عندي فيرتكس اسمها ايه بكتب ايه بس بقى، وعندي فيرتكس اسمها بي، وعندي فيرتكس اسمها ايه اسمها سي. تعالوا مع بعضينا دلوقتي نشوف لما نيجي نقسم الترينجلز هنقسمهم ازاي. احنا قلنا ان الترينجل متكون من سايد وانجل، يبقى احنا لما هنيجي نقسم الترينجلز هنقسمهم according to the lenses of its sides، يعني هنقسمهم على حسب الاطوال بتاعت السايدز. دي تقسيمة. التقسيمة التانية اللي عندي، التقسيمة التانية اللي عندي ان انا هقسمهم على حسب الميجرز اوف الانجلز، على حسب القياس بتاع الانجل. تعالوا ناخدهم واحدة واحدة ونتكلم عنهم بالتفصيل. اول حاجة عندي التايبس، يعني انواع الترينجلز، المثلثات according to، تبعا لي او على حسب اللينسز، الاطوال بتاعت الايه بتاعت السايدز. مين هم اللي عندي؟ اول نوع عندي الايكوالاترال تريانجل. يعني ايه ايكوالاترال تريانجل؟ يعني تريانجل كل السايدز بتاعته زي بعض. طب انا عشان اقول ان السايدز بتاعته كلها زي بعض هعمل علامه، ونفس العلامه دي هعملها في كل السايدز، يعني شرطه شرطه شرطه، ممكن احط شرطتين وشرطتين وشرطتين، يبقى كلهم زي ايه؟ زي بعض. يبقى اول انواع التريانجل، التريانجل اللي كل السايدز بتاعته قد بعض بنسميه ايكوالاترال تريانجل. its three sides are equal in length، كل السايدز بتاعته متساويه في القياس. طيب مين النوع الثاني؟ النوع الثاني عندي الايزوسليس تريانجل. الايزوسليس تريانجل ده تريانجل بتلاقي بس تو سايدز بس قد بعض، سايد اهو وسايد اهو، وبنحط علامه، العلامة دي موجودة هنا وموجودة هنا عشان تقولي ان الاتنين دول هما اللي زي بعض. يبقى مين هو الايزوسليس تريانجل؟ ده تريانجل بنلاقي فيه two of its sides، two sides بس are equal in length، بنلاقي فيه ضلعين او جانبين هما الاتنين قد بعض فين؟ في القياس. طيب تالت نوع عندي الاسكالين. الاسكالين تريانجل، يعني اسكالين تريانجل ده تريانجل السايدز بتاعته كلها مختلفة عن بعض، يعني ده اللينس بتاعه مش قد ده مش قد ده. its three sides are different in length، كلهم مختلفين في القياس. اوكي يبقى مين هم الثلاثه اللي عندي according to lenses of sides عشان هتجيلي في الكومبليت؟ اول حاجه عندي الايكوالاترال تريانجل، الايزوسليس تريانجل، الاسكالين تريانجل. في حته مهمه برضك عايزين نعرفها بالنسبه للايكوالاترال تريانجل. الايكوالاترال تريانجل بالتحديد بيكون فيه 3 انجلز، وال3 دول ايه؟ قد بعض بالظبط، دي قد دي قد دي. طب كل واحده فيهم كام؟ كل واحده فيهم 60 ديجريز، يبقى دي 60 ودي 60 ودي ايه؟ ودي 60. يبقى its 3 انجلز ار ايكوال ان ميجر 60 ديجريز ايتش، كل واحده 60 ديجريز. اوكي نيجي نشوف بس كده ملحوظتين مهمين قوي، ان كل الايكوالاترال ار اولسو ايزوسليس تريانجل، يعني بعتبر الايكوالاترال ده فيه تو سايدز ايه زي بعض. هتقول لي ما هم ثلاثه يا مستر، ماشي بس ممكن نعتبره ايزوسليس، طالما لقينا اثنين زي بعض يبقى ايزوسليس، الايكوالاترال يعتبر ايزوسليس، لكن ما ينفعش اقول على الايزوسليس ايه ايكوالاترال. يبقى ذا ايزوسليس تريانجل از نوت نيسيسري ان ايكوالاترال تريانجل. تعالوا مع بعضينا نشوف النوع الثاني من التقسيم بتاع التريانجلز، اللي هو التايبس اوف تريانجلز اكوردنج تو الميجرز اوف اتس انجلز، يعني التقسيم بتاع المثلثات على حسب القياس بتاع الزوايا بتاعته. مين اول نوع عندي؟ عندي ثلاث انواع برضو زي الايه؟ زي التقسيم بتاع السايدز. اول نوع عندي اسمه الرايت انجلد تريانجل. رايت انجلد يعني ايه؟ الانجل اللي انت شايفها دي اللي معمول عليها سكوير او مربع دي الميجر بتاعها 90 ديجريز. ال 90 ديجريز دايما بنسميها رايت انجل. اوكي لو لقيت تريانجل فيه رايت انجل يبقى على طول بنسميه ايه؟ بنسميه رايت انجلد تريانجل. اوكي يبقى one of its angles is a right angle. طيب ومهم جدا تعرف دي بقى، each of the two other angles is an acute angle. احنا اتفقنا ان الاكيوت بتبقى للزان 90 ايه
degrees وعندي الاوبتيوز بتبقى greater than ال 90 degrees. يعني الانجل دي والانجل دي الاثنين هيبقوا اكيوت. طيب مين الثاني؟ الترينجل الثاني اللي عندي اسمه اكيوت انجلد ترينجل. الله يا مستر، من عندي هنا اثنين اكيوت، ليه ما سميناهوش اكيوت؟ لا، ما احنا بنسميه على حسب الكبيره. مين الكبيره اللي عندي؟ الكبيره اللي عندي الرايت. الرايت اكبر من الاكيوت، يبقى بنسميه رايت انجل ده على طول. طب الاكيوت ليه هنسميه اكيوت؟ لان الثلاثه اللي فيه دي ودي ودي هتلاقيهم الثلاثه اكيوت، يعني دي ودي ودي كلهم للزان 90 degrees. عشان كده هنسميه الاكيوت انجل تريانجل. Each of its three angles is an acute angle. طيب مين النوع الثالث؟ مظبوط، النوع الثالث اسمه الاوبتيوز انجل تريانجل. ده تريانجل هتلاقي فيه انجل اوبتيوز اللي هي greater than 90 degrees، يعني ممكن تلاقيها 100، ممكن تلاقيها 120 and so on. طب والاثنين اللي باقيين دول، دي ودي، دي ودي، لازم يكونوا ايه؟ يكونوا اكيوت برضه. يبقى انا عندي، تاخد بالك من حاجه مهمه قوي، ان اي ترينجل في الدنيا لازم تلاقي فيه ايه؟ تلاقي فيه تو انجلز اكيوت. يعني ده كده ادي واحده اكيوت اهي، وادي ايه؟ وادي اكيوت اهي. طب وده لو هنقول ان دي الاكيوت، هتلاقي دي اكيوت ودي ايه؟ ودي اكيوت. طب وده دي اكيوت ودي ايه؟ ودي اكيوت. يبقى اي تريانجل عندك في الدنيا لازم تلاقي فيه اتنين اكيوت، والاسم بتاعه هيبقى على حسب الانجل الثالثه. يعني انت طلع الاثنين اكيوت وتعالى بص على الثالثه، لما نطلع الاثنين اكيوت الثالثه هنا ايه؟ رايت، يبقى اسمه رايت انجل. لما نطلع الاثنين اكيوت الثالثه هنا ايه؟ اكيوت، يبقى اسمه اكيوت انجل. لما نطلع الاثنين اكيوت ونشوف الثالثه، الثالثه دي الاوبتيوز، يبقى اسمه اوبتيوز ايه؟ اوبتيوز انجلت. طيب هنيجي نشرح الحته دي تاني في الجزئيه دي. بيقول لك ازاي تحدد الترينجل على حسب الميجرز بتاعت الانجل. بيقول لك if the greatest angle in measure of this triangle is، لو اكبر انجل is right زي دي، يبقى هنسميه right angle. لو اكبر انجل عندك acute، ان هم كلهم acute، يبقى هنسميه acute angle. لو اكبر انجل عندك از اوبتيوز، يبقى هنسميه اوبتيوز ايه؟ اوبتيوز انجل. طيب نيجي لحته مهمه جدا جدا، انا بعتبرها اهم حته في الليسون، اللي هي ذا سم اوف ذا ميجرز اوف ذا انتيريور انجلز اوف اني تريانجل ايكوال 180 degrees. يعني ايه كلمه انتيريور انجلز؟ انتيريور يعني جوه او داخلي، يعني الانجلز اللي جوه دي، الانجلز اللي جوه دي، الانجلز اللي جوه دي. مالهم الانجلز دول؟ الصم، الصم يعني البلس، اوف ذا ميجرز يعني البلس بتاع الميجرز بتاعهم كلهم، لازم يديك كام؟ لازم يديك 180 degrees. دي كده مهمه جدا جدا، مهمه جدا جدا. كل المسائل اللي هتجي لك في الليسون معظمها فين؟ معظمها على الجزئيه دي، وهناخد اكسرسايزز كتيره وهنفهم المسائل بتجي لنا ازاي. تعالوا مع بعضينا نشوف كده تلخيص بسيط للحاجات اللي احنا خدناها. اول حاجه عندنا the equilateral triangle is an acute angled triangle. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي تريانجل متسمي بالسايد وتريانجل متسمي بالانجلز. هل ده هو ده؟ اه. ليه؟ لان الايكوالاترال تريانجل ده فيه 3 انجلز، كل واحده فيهم 60، في 60 والثانيه 60 والثالثه ايه؟ 60. طب يبقى كلهم اكيوت، يبقى لازم يكون اكيوت انجل. ثاني حاجه، اني تريانجل هاز ات ليست 2 اكيوت انجلز. اي تريانجل عندك في الدنيا فيه على الاقل، على الاقل 2 اكيوت انجلز. ممكن يكون في اكتر؟ اه ممكن يكون في اكتر، وهيبقى ايه؟ هيبقى ايكوالاترال. لكن ما ينفعش ابدا يكون في اقل من 2 اكيوت. طيب هنا there is no triangle having more than one right angle. يعني ما ينفعش التريانجل تلاقي فيه اكتر من واحده رايت، هم واحده بس، ما ينفعش يكون فيه اثنين، لان انت عندك 3 انجلز. المفروض احنا خدنا ان ال 3 انجلز لازم البلس بتاعهم يكون كام؟ 180.
طيب لما يكون في عندي اتنين منهم رايت ازاي؟ امال دي هتبقى كام؟ يبقى مستحيل ابدا يكون في اتنين رايت، لازم يكون واحده بس رايت. كمان there is no triangle having more than one obtuse angle، ما ينفعش ابدا تلاقي تريانجل في اكتر من واحده obtuse. يعني ايه الكلام ده؟ هما ثلاثه لازم يكونوا 180. طب انا لو واحدة عندي اوبتوز يعني 100 والتانية اوبتوز يعني انظر 100 مثلا اكتر من 90 الله. طب والتالتة؟ ده الاتنين دول اصلا كده يعملوا ايه؟ 200 اكتر من ال 180. يبقى مستحيل ابدا تلاقي اتنين اوبتوز في ترينجل واحد او اتنين رايت في ترينجل واحد. اوكي؟ طيب in the right angle the triangle، لما يكون عندي الترينجل في انجل رايت يعني في انجل ايه؟ 90. The sum of the measures of the two acute angles is a is 90. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي لو عندي تريانجل كده، تريانجل ده كده رايت هنا كده، يبقى دي لوحدها كام؟ دي 90. واحنا عارفين ان كل اللي جوه لازم يكون 180. يعني دي ودي ودي الثلاثه 180. يبقى الاثنين دول كام؟ الانجل دي ودي ودي 180 ودي لوحدها 90. يبقى الاثنين دول كام؟ اشيل من ال 180 ال 90، يبقى الاثنين دول عباره عن 180 - 90 اللي هي 0 - 0 يديني 0، 8 - 1 ما ينفعش حنبور 1 اللي هو هنا، يبقى 18 - 1 اللي هي ايه؟ 9. يبقى لازم يكون الاثنين دول 90 degrees. تعالوا مع بعضينا نتنقل للجزئيه بتاعت drawing a triangle. ازاي هقدر ارسم الترينجل؟ عشان ارسم الترينجل لازم يتوفر لي ثلاث معلومات، يا اما تو سايدز والانجل اللي ما بينهم، او تو انجلز والسايد اللي ما بينهم. تعالوا نشوفهم واحده واحده. اول واحده بيقول لي انا هرسمه drawing a triangle given the lenses of two of its sides، يعني هيديني two sides، هيقول دول ده كام وده كام، and the measure of the included angle. يلا نشوف مع بعضينا كده مسألة عشان احنا برضك عندنا في الاكسرسايز سمات كتير. بيقول لي to draw a triangle ABC in which AB equal 4 و AC equal 3 وال measure of angle A equal 70، اعمل الخطوات الايه اللي جاية دي. اول حاجه نعملها نبدا بسايد الكبير. السايد الكبير مين؟ اي بي ايكوال 4، او دايما احنا بنحب نخلي البيز بتاعته اسمها اي بي. اجيب المسطره كده زي ما انت شايف، اخد نقطه A واوصل لحد ما اوصل للنقطه A للنقطه B. طيب هل بعد كده اخد اي سي على طول؟ انا عند الاي دلوقتي عايز ارسم اي سي 3 سنتيمتر. طب انا مش عارف السي فين، هل السي هنا السي هنا السي هنا السي هنا، انا مش عارف هودي ازاي. يبقى انا ما اقدرش ارسم السايد الثاني على طول، لازم الاول احدد الاتجاه بتاعه اللي هو هيمشي فيه، او احدد الري اللي هيمشي عليه. احدده ازاي؟ بالانجل اللي هو مديها لك. يبقى انا لما اجي ارسم اول سايد الاول، وبعد كده الانجل اللي هو مديها لي. فبرسمها ازاي؟ انا رسمت الاي بي خلاص اهو 4 سنتيمتر، اجيب البروتراكتور بتاعي ليه سنتر، السنتر احطه دايما على اسم الانجل اللي هو قال لي عليها. هو قال لي عايز يرسم انجل A والميجر بتاعتها ب 70، قال لك انجل A، اقوم جاي وحاطط الايه السنتر على الايه كده، اظبطها بالظبط قوي، وترسم وتخلي السطر بتاعها كده الحافه كده على اللاين بالظبط. في بروتراكتورز هتلاقي في خط في النص كده، يعني من اول السنتر امشي على الخط اللي في النص، اظبطه على الخط ده. طيب هيقابلك بعد كده 2 0، 0 على اللاين هنا و0 على اللاين هنا. امشي ازاي؟ الزيرو اللي على اللاين تعد من عليه، يعني عندي هنا 0 10 20 30 40 50 60 70، يبقى نمشي كده. ما تمشيش من الناحيه الثانيه هيبقى غلط، لازم امشي من الناحيه دي. طب امشي لحد كام؟ 70، ونحط نقطة هنا كده، النقطة دي كده اللي هي بتاعت الايه؟ بتحدد لي ال 70 اللي هي النقطة دي كده، وبعد كده أعمل إيه؟ بعد كده أجيب القلم أقوم موصل أعمل ري طويل،
الري طويل ده اللي هو الاتجاه بتاع ال70، واجي عليه ارسم الاي سي اللي هي ايه 3 سنتيمتر. اخد ال3 سنتيمتر واحط نقطه، هي دي النقطه اللي اسمها ايه، هي اللي اسمها سي. اوعى تقول لي البوينت دي اللي اسمها سي، لا البوينت دي مالهاش علاقه بالسي ده، دي بس بعملها عشان لما اشيل بروتراكتور اعرف ارسم اللاين. يبقى دي نقطه ودي نقطه، ارسم ما بينهم الايه اللاين. طيب بعد ما حددت البوينت سي بعمل ايه على طول؟ اقفل بقى الترينجل بتاعي بي ايه بي سي. وما تنسوش الانفورميشن اللي عندنا نكتبها، يعني السايد ده 4 السايد ده 3 والانجل دي ايه 7. طيب تعالوا كده نشوف هنعمل الرسمه دي ازاي. اول حاجه نحدد البوينت ايه، وبعد كده اجيب المسطره بتاعتي هنرسم لاين، اللاين ده 4 سنتيمتر يوصلني لحد بي. بعد كده نعمل ايه، هنجيب البروتراكتور بتاعتي، هو قال لي الميجر اوف انجل ايه ايكوال 70، يبقى لازم ارسم 70 عند الانجل ايه. اعمل ايه، اجيب البروتراكتور اقف بالظبط هنا اهو، نقف بالنص بتاعها هنا. وبعد كده نعمل ايه، شايف الزيرو اهو، الزيرو باين عندي اهو، اعد من عنده كده وانا ماشي لحد هنا لحد ما اوصل ايه لل 70 واحط نقطه. لما احط النقطه دي يبقى هو ده الاتجاه اللي هيطلع عليه السايد الثاني. نرسم لاين طويل كده، اللاين الطويل ده كده، يبقى انا هرسم عليه 3 سنتيمتر اوصل بيه للبوينت سي. وبعد كده نرسم الاي سي 3 سنتيمتر، يبقى هي دي البوينت اللي اسمها ايه، اللي اسمها سي. طب بعد كده نعمل ايه، بعد كده هدرول لاين بي سي، نقفل بقى الترينجل بتاعنا. تمام، الرسمه سهله مفيش فيها مشاكل خالص. يعني هات الادوات بتاعتك واعمل اللي انت شفته بالظبط كده، اعمل زيه بالظبط خطوه خطوه كده، هتلاقي نفسك اتعلمت ازاي ترسم. تعالوا مع بعضينا نشوف الطريقه الثانيه اللي هقدر ارسم بيها التريانجل. given the measures of two angles، هيديني two angles وهيديني length of the side drawn between their vertices، يعني هيديني two angles ولاين. تعالوا نشوف لما تجيلي الحاله دي ارسمها ازاي. اول حاجه هرسم السايد اي بي زي ما عملت في الحاله اللي قبل كده، اجيب الرولر بتاعتي ارسم اي بي 5 سنتيمتر، اجي عند الزيرو كده اعتبر دي بوينت اي وامشي 5 سنتيمتر واوصل للبي. طيب وبعدين هو مديك تو انجلز، يبقى كل انجل منهم هتعمل لي اتجاه وامشي على الاتجاه ده بالقلم الرصاص بتاعي اعمل خط طويل. يعني ايه، هو بيقول لي الميجر اوف انجل ايه 65، يبقى اجيب البروتراكتور السنتر بتاعي عند الاي واحط السايد بتاعها بالظبط على الخط، وفي زيرو عندك هتلاقيه على الخط وزيرو بره، لما اجي اعد اعد دايما من الزيرو اللي على الخط بتاعي. طيب همشي قد ايه، اعد كده 65 ديجري. طب لما اجي اعد هيحصل ايه، هلاقي نقطه هنا كده، احدد بوينت هنا على ال 65 واخد عليها خط ايه، خط طويل. الري ده عباره عن الاتجاه بتاع ال 65. طيب الطريقه اللي فاتت انا كنت باخد عليه 3 سنتيمتر او 4 حسب ما يقول لي، لا المره دي لا بقى. الله، طب السايد هرسمه ازاي؟ ما هو انا هرسم انجل من الناحيه الثانيه ناحيه بي هتديني نقطه برضه، واعمل خط طويل، الخطين دول هيحصل لهم انترسكشن فين؟ في بوينت اهي، هي دي البوينت سي اللي انا بدور عليها. يبقى انا هعمل ري كده من الناحيه دي وري من ناحيه الايه البي. طب هو قال لي البي 50، اجي عند البي واخد 50. خد بالك بقى المره دي الزيرو اللي على اللاين موجود فين، موجود في الليفت مش موجود هنا ايه على الرايت. يبقى اجي من عند الزيرو هنا واعد 50، يبقى اوصل لحد النقطه دي كده، واقوم واخد خط طويل يتقاطع مع اللاين التاني في نقطة، النقطة دي بنسميها نقطة ايه؟ نقطة سي. وما ننساش نكتب الانفورميشنز على الايه؟ على الرسمة. السايد 5 دي 50 دي 65. ساعات يطلب منك بقى يقول لك ايه؟ يقول لك هات لي السايد ده قيسه، تقوم انت تقيسه بالرولر بتاعتك. ساعات يقول لي الانجل دي كام؟ طب اجيبها ازاي؟
هو مديني انجل وانجل، وانت عارف ان كل اللي جوه 180، يبقى نعمل الاثنين دول بلس، وبعد كده اشيلهم من ال 180 يديني الميسنج ايه؟ الميسنج انجل. تعالوا كده مع بعضينا نشوف هنقدر نرسم الكلام ده ازاي. بعد ما تشوف الرسمه لازم تعملها مع نفسك تاني بالتولز بتاعتك. اول حاجه هنعمل الاي بي 5 سنتيمتر زي ما هو قال لي، هنرسم اللاين اي بي 5 سنتيمتر من الاي لحد البي، ادي البوينت بي. طب بعد كده هعمل ايه؟ هجيب البروتراكتور عند الاي وهاخد 65 ديجريز، عشان هو قال لي الميجر اوف انجل اي. طالما قال لك انجل اي يبقى السنتر يتحط عند الاي. طب هنعد من كده ولا هنعد الناحيه الثانيه؟ لا هعد كده. ليه؟ عشان الزيرو اللي على اللاين موجود في الرايت، يبقى هنعد من الرايت. تمام، وناخد البوينت بتاعتي اهي، يبقى هي دي البوينت ال 65 ما بين ال 60 اهي وال 70، يبقى الشرطه دي هي ال 65. ناخد ري طويل، وبعد كده هعمل ايه؟ هو قال لي الميجر اوف انجل بي 50، يبقى حاجه عند البي، احط البروتراكتور بتاعي واقف عند السنتر عند البي. اوعى بقى تعد كده، لو عديت كده البوينت هتبقى هنا، يبقى عمرهم ما هيجوا مع بعض. لازم اعد من الناحيه الثانيه، امشي من الزيرو ده 0 10 20 30 40 50، يبقى النقطه هتبقى هنا كده، يبقى النقطه هنا كده. تمام، بعد كده نعمل ايه؟ ناخد البي مع النقطه دي كده، اوصل ري طويل. تمام، البوينت بقى بتاعتي، خد بالك حصل انترسكشن ما بين الخط الاحمر ده والخط الاخضر، هي يعني المشكله النقطه دي قريبه شويه، لكن الانترسكشن النقطه اللي بعديها هي كده، النقطة اللي هي الزرقاء دي، دي الانترسكشن، هي دي النقطة اللي هتحدد لك التو سايد، يبقى السايد ده والسايد ده أنت عرفتهم خلاص، يبقى دي نقطة سي. وبعد كده نعمل إيه؟ أوصل البي سي، هندرو البي سي، وإيه كمان؟ أدرو بعد كده الأي سي السايد التاني. تمام؟ يبقى كده الرسمة خلصت. الرسمة دي دلوقتي المفروض تحاول تعملها مع نفسك إيه؟ مع نفسك تاني. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 9. بيقول لي اول اكسرسايز determine the type of each of the following triangles given the measures of their angles. يعني حدد نوع الترينجلز اللي مديها لك قدامك دي. طب هو مديها لي فين؟ هو بيقول لك انا مدي لك الميجرز، القياس بتاع الزوايا بتاعتها. يعني كل ترينجل ليه مجموعه انجلز، احنا قلنا ليه كام؟ ليه 3 انجلز، ادي انجل والثانيه والثالثه، في انجل اسمها اي وفي انجل اسمها اف وفي انجل اسمها جي. ال 3 ترينجلز دول كل واحده فيهم ليها فاليو، ليها قيمه. احنا عايزين نحدد الترينجل بتاعنا ده اسمه ايه بناء على الانجلز دي. بنعمل ايه؟ اول حاجه تعملها تشوف الجريتست انجل، اكبر انجل فيهم، وشوف هي هتطلع ايه، يبقى هو ده اسم الترينجل. نيجي نبص 30 وال 90 وال 60، مين الاكبر؟ الاكبر ال 90. طب ال 90 اسمها ايه؟ اسمها رايت، يبقى الترينجل ده اسمه رايت انجلد ترينجل. تمام، نيجي للترينجل اللي بعد كده، في انجل اسمها اي، في انجل اسمها جي، في انجل اسمها كي، مديك الفاليو بتاع دي ودي ودي، مين الاكبر؟ ال 30 ولا ال 40 ولا 110؟ طبعا ال 110 دي اكبر انجل. طب ال 110 اسمها ايه ما بين الانجلز؟ انا عندي الانجلز الاكيوت والرايت والاوبتيوز، دول المشهورين قوي. ال 110 دي تبقى ايه؟ تبقى اوبتيوز. ليه؟ عشان اكبر من ال 90، يبقى الترينجل على طول اسمه اوبتيوز انجل ترينجل. اوكي؟ طب نيجي نشوف اللي بعد كده. الانجلز اللي عندي 51 67 62، مين الانجل الكبيره؟ 67. طيب دي نوعها ايه؟ نوعها اكيوت، يبقى الترينجل بتاعنا اسمه اكيوت انجل ترينجل.
نيجي اللي بعد كده انجل اسمها ال وانجل اسمها ان وعندي انجل اسمها ام. دي 32 ودي 58 ودي 90. مين الكبيره اللي فيها ال 90؟ طب ال 90 اسمها ايه؟ اسمها رايت. يبقى هنا الترانجل اسمه رايت انجل ترانجل. اوكي طيب هنا الام دي يعني الميجر، الميجر بتاع الانجل اللي اسمها اكس 46 والميجر بتاع الانجل اللي اسمها واي 38 والميجر بتاع الانجل اللي اسمها زد 96. مين الاكبر؟ ال 96. طب ال 96 دي نوعها ايه؟ تمام اوبتيوز. يبقى الترانجل اسمه اوبتيوز انجل ترانجل. طيب نيجي اللي بعد كده عندي انجل اسمها اتش وانجل اسمها بي وانجل اسمها ايه. خد بالك بقى انت شايف هنا 70 وهنا 40 ناقص لك نمبر. اه بس خد بالك هو بيقول لك بص الميجر اوف انجل اتش، بص بقى دي ايكوال يعني دي قد دي، الاثنين قد بعض بكام؟ ب 70. يعني الاتش عندي ب 70 والبي عندي بكام؟ ب 70 والاي عندي بكام؟ ب 40. مين الكبيره اللي فيهم؟ دي او دي، الاثنين زي بعض هعتبر ال 70 هي الكبيره. ال 70 عباره عن اكيوت. يبقى الترينجل عباره عن اكيوت انجل ترينجل. نيجي هنا الميجر اوف انجل اي، خد بالك من دي، ايكوال الميجر اوف انجل بي ايكوال 45. يعني دي 45 ودي 45 والميجر اوف انجل سي از رايت. رايت يعني ايه؟ يعني 90. طب ال 90 اكبر حاجه، يبقى الترينجل اسمه ايه؟ اسمه رايت انجل ترينجل. جميل قوي. طيب نيجي نبص هنا يقول لي الميجر اوف انجل دي 66 اوكي والميجر اوف انجل اي الاي ايكوال هاف الميجر اوف انجل دي، يعني الاي نص الدي. تمام بيقول لك الاي ايكوال هاف الدي، يعني الاي نص الدي. نص الدي يعني ايه؟ يعني المفروض انا اخد ال 66 ديت اعمل لها ديفايدد 2. يعني نقول كده الميجر اوف انجل اي هي ايكوال ايه؟ ال 66 ديفايدد الايه؟ ديفايدد 2. بنعمل ديفيجن من الليفت، 6 ديفايدد 2 از 3 و 6 ديفايدد 2 از ايه؟ از 3. يبقى انا عندي الميجر اوف انجل اي ايكوال كام؟ equal 33. طيب انا كده محتاج واحده كمان، ده هو كده انا عرفت اتنين، انا عرفت واحده ب 66 والثانيه ب 33. تمام طيب اجيب الثالثه ازاي؟ اي تو انجلز لما يكونوا عندك اعمل لهم الاثنين بلس شوف هيديك كام. 6 بلس 3 از 9، 6 بلس 3 از ايه؟ از 9. يبقى انا جبت السم بتاع الاثنين دول. طب الثالثه اجيبها ازاي؟ دايما الانجل الثالثه تقول 180 ماينس السم بتاع الاثنين اللي انت جبتهم. اوكي ده يبقى كده كام؟ يبقى 10 وال8 تبقى 7. 10 ماينس 9 1. 7 ماينس 9 ما ينفعش، هنبرو ال1 ده يبقى 17 ماينس 9. نكاونت من اول ال9 لحد ال17 يديك كام؟ يديك ال8. يبقى انا كده جبت الانجل الثالثه. يبقى اول انجل 66، الانجل الثانيه 33، الثالثه 81. ال 81 دي اكبر حاجه نوعها اكيوت يبقى اسمه اكيوت، يبقى اكيوت انجل ترينجل. اكسرسايز مهم جدا لازم تاخد بالك منه، هيجي منه في الامتحان اكيد، مفيش فيه افصال، هيجي لك منه في الامتحان. طيب ناخد اللي بعد كده بيقول لي ديترماين ذا تايب اوف ذا ترينجلز اكوردنج تو زير سايد لينسز يوزنج ذا فولوينج داتا. يعني حدد لي نوع الترينجل على حسب الطول بتاع كل سايد. احنا قلنا ان احنا عندنا ثلاث انواع من الترينجلز according to the lenses of their sides. مين هم؟ قلنا اول واحد الايكوالاترال. مين هو الايكوالاترال؟ لما تلاقي كل السايدز قد بعض يبقى اسمه ايكوالاترال. طيب مين اللي بعده؟ اللي بعده اسمه الايزوسلس. الايزوسلس ده بتلاقي فيه تو سايدز اونلي، تو سايدز بس هتلاقيهم قد بعض. طيب مين النوع الثالث؟ النوع الثالث اللي هو السكالين. ماله السكالين ده؟ السكالين كل السايدز مختلفين. طيب يبقى انا ببص هنا انا عندي اي بي ده سايد،
equal 6 سنتيمترز والبي سي equal 7 والسي equal 6. انا عندي كم سايدز زي بعض؟ ادي 1 2 تو سايدز بس زي بعض، يبقى اسمه ايه؟ اسمه ايزوسلس. اوكي جميل. طيب هنا عندي سايد 4 و8 و5 كلهم مختلفين، يبقى اسمه ايه؟ تمام السكالين. اللي بعد كده 3 و3 و3 يبقى ايه؟ يبقى ايكوالاترال. طيب اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بص بقى هنا ام اي ده سايد اسمه ام اي ايكوال، يعني قد الاي واي ايكوال 9، يعني في اتنين قد بعض وواحد مختلف، يبقى على طول اسمه ايه؟ ايزوسلس. نيجي نشوف اللي بعد كده. AM ب 10، MR ب 7، RA 1 اوفر 2، 1 اوفر 2 يعني ايه؟ يعني نص. نص مين؟ نص الـ AM. طب الـ AM ب 10. الـ 10 النص بتاعها كام؟ الهاف بتاع الـ 10 كام؟ عشان اجيب الهاف بتاع الـ 10 اقول 10 ديفايدد 2. 10 ديفايدد 2 ايكوال كام؟ ايكوال 5. يعني ده بايه؟ ب 5، يبقى انا عندي 10 و7 و5 يبقى كلهم مختلفين، يبقى سكالين على طول. طيب نيجي اللي بعد كده. الميجر اوف انجل A ايكوال الميجر اوف انجل B ايكوال الميجر اوف انجل C ايكوال 60. هتقول لي يا مستر احنا بنتكلم في اللينسز، ايه اللي جاب الانجلز دلوقتي؟ ما انا عارف ان الايكوالاترال كل الانجلز بتاعته ايكوال 60، يعني لو كل السايدز قد بعض هيبقى كل الانجلز عندك بكام؟ ب 6، يبقى ده على طول ايكوالاترال. اكسرسايز 3 بيقول لي كومبليت ذا تريانجل از ا بوليجون ذات هاز كام سايدز وكام انجلز. احنا قلنا التريانجل ليه كام سايدز؟ قلنا 3. وليه كام انجلز؟ برضه 3. تمام. ذا ايكوالاترال تريانجل از ا تريانجل هوز سايدز ار ايه؟ قلنا ان الايكوالاترال كل السايدز بتاعته قد بعض، يبقى السايدز ار ايكوال in length. طيب any triangle has at least نقط acute angles. اولا دي مهمة، عايزك تركز على دي قوي. اي triangle في على الاقل كام واحدة acute، كام angle acute؟ تمام 2 acute angles. طيب the sum of the measures of the interior angles of a triangle is a. دي غاية في الأهمية، يعني نمبر سي ونمبر دي مهمين قوي قوي. الـ sum of measures بتاعت الـ interior angles كل الـ angles اللي جوه لو عملت لهم بلس الـ sum بتاعهم يطلع كام؟ يطلع 180 degrees. مهمة قوي. اللي بعديها the sum of measures of the two acute angles in the right angled triangle is a. اتفقنا ان الترينجل الرايت دي كده رايت، الاثنين دول الصم بتاعهم قد ايه؟ الصم بتاعهم از 90 ديجريز. ليه؟ عشان دي ودي تبقى 90 نحطها على 90 يبقى 0، كلهم يدوني ال 180 ديجريز. طيب ذا تريانجل اي بي سي از ان ايكوالاترال، الـ AB بـ 5 يبقى الـ AC بكام والـ BC بكام؟ طالما قلنا إيكوالاترال يبقى كلهم زي بعض، يبقى الـ AC بـ 5 والـ BC برضو 5. اللي بعديها The measure of each angle in the equilateral triangle is إيه؟ إيكوالاترال تريانجل اللي كل السايدز بتاعته قد بعض، إحنا قلنا برضو إن كل الأنجلز بتاعته قد بعض وكل واحدة فيهم بتيكوال 60 ديجريز. اللي بعد كده in the triangle ABC، التريانجل عندي اللي اسمه ABC الميجر اوف انجل A ايكوال 57 والميجر اوف انجل B 46، يبقى السي بكام؟ هما كلهم 3 انجلز، بيديك 2 وعايز التالتة. المسألة دي مهمة جدا، دي كده مهمة جدا وحجلنا كتير قوي. نعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ الاثنين اللي عندك نعمل لهم بلس. سيفن بلس 6 13،
3 وهنكاري اب 1. 1 بلس 5 is 6 بلس 4 يبقى 10. جميل. طب وبعد كده نعمل ايه عشان اجيب بقى السي ديت؟ اقول 180 ماينس اللي ايه اللي جالي ده ماينس الصم، يبقى دي كده تبقى 10 ودي تبقى 7. 10 ماينس 3 7 وال7 ماينس 0 7 و1 ماينس 1 يديني 0 يبقى 77 ديجريز. يبقى دايما لما نيجي نحل المسائل دي نحلها ازاي؟ لما يديني 2 انجلز وعايز الثالثه اعمل للاثنين بلس والناتج اللي هيطلع اقول 180 ماينس اللي طلع لي ده يديني الميسنج انجل. نيجي نشوف اللي بعدها دي، بيقول لي ان ذا تراينجل اكس واي زد، يعني في فيرتكس اسمها اكس وفيرتكس واي وفيرتكس زد، يعني في انجل اسمها اكس وانجل اسمها واي وانجل اسمها زد. بيقول لي الميجر اوف انجل اكس ايكوال كام؟ ايكوال 70. يبقى انا عرفت واحده خلاص. وبيقول لي الميجر اوف انجل واي ايكوال الميجر اوف انجل زد، يعني ادي هي كده اهي، ادي كده دي ايه دي 70 اللي هي اكس، وعندي واي وعندي زد. واي وزد هو بيقول لي الاثنين دول قد بعض، هو عايز الزد دي بكام. يبقى انا في الاول اعمل ايه؟ اطلع الاثنين دول مع بعض اشوف الاثنين دول بكام. طب ينفع؟ ينفع اطلع الاثنين دول مع بعض بكام؟ اه ينفع. ليه؟ لان انا عارف ان هم كلهم 180، يبقى الاثنين دول مع بعض بكام؟ اقول كده الميجر اوف انجل واي بلس الميجر اوف انجل زد هتيكوال 180 ماينس 70 اللي هي هتديني 0 ماينس 0 ب 0 8 ماينس 7 ب 1 وال1 ينزل. تمام؟ يبقى انا قدرت اجيب الاثنين دول مع بعض. ازاي؟ 180 كل الانجلز اشيل منها دي يبقى الاثنين دول. طيب بعد ما جبت الاثنين دول هل اقدر اجيب الزد لوحدها؟ اه. هو بيقول لي الاثنين قد بعض. يعني انا لو عملت ديفايد 2، يعني لو قسمت ده ديفايد 2 اقدر اجيب الزد. يبقى الميجر اوف انجل زد هتيكوال 110 ديفايدد 2. يلا نعمل ديفيجن. بنعمل ديفيجن من الليفت. 1 ديفايد 2 ما ينفعش ناخد 2 ديجيتس. يبقى 11 ديفايدد 2 يديني ايه؟ مين اقرب حاجه في تيبل 2 لل 11؟ ال 10 بتيجي منين؟ 2 تايمز 5 يبقى يديني 5. ويبقى كام من ال 11 من ال 10 عشان اوصل لل 11؟ يبقى 1. احط ال 1 جنب الزيرو هنا يبقى 10. طب 10 ديفايدد 2 يديني انذر 5 يبقى 55. نيجي هنا ان ذا ترينجل اي بي سي مديني انجل اسمها ايه بكام؟ ب 27. وبيقول لي البي ايكوال توايس السي، يعني البي قد السي مرتين. فايند الميجر اوف انجل سي. المساله دي صعبه شويه عايزك تركز معايا. هو مديني واحده، ممكن اجيب البي والسي مع بعض؟ اه ممكن. ازاي؟ اقول كده الميجر اوف انجل بي بلس الميجر اوف انجل سي بتيكوال 180 ماينس 27 زي ما اتعلمنا. ال 0 يبقى 10 وال 8 تبقى 7. 10 ماينس 7 يديني 3. 7 ماينس 2 يديني 5. وال 1 ايه؟ وال 1 ينزل. يبقى ال بي وال سي الاثنين مع بعض ب 153. اوكي؟ طب هو بيقول لي ايه بقى؟ يعني اعملها كده. دي كده 27 ودي اللي هي بي قد السي مرتين. يعني دي قد دي، يعني دي كبيرة شوية، دي قد دي مرتين. طب لو دي قد دي مرتين وهنحطهم على بعض يبقى هم كلهم كام جزء؟ كام بارت؟ يبقى هم كلهم 3 بارتس. يبقى دي جزء ودي جزئين لأن دي قد دي مرتين. يبقى أنا أعمل إيه؟ أجيب ال 153 أعمل لها ديفايد 3 بارتس، هنقسمها لثلاث حتت، ثلاث أجزاء. 1 ديفايد 3 ما ينفعش. يبقى 15 ديفايد 3 يديني 5. وبعد كده 3 ديفايد 3 يديني ايه؟ يديني 1. ايه اللي انا عملته ده؟
اللي انا عملته ده جزء واحد، انا قسمت ده كله لثلاث اجزاء، ادي السي جزء وادي البي جزئين. ليه جزئين؟ لان هو قال لي البي توايس السي، البي قد السي مرتين، يبقى لما ادي السي جزء يروح لها كام؟ يروح لها 51. طب والبي يروح له كام؟ يروح له 51 تايمز ال2، انه هيروح له جزئين، 1 تايمز 2 يديني 2 و5 تايمز 2 يديني ايه؟ يديني 10. يبقى انا عندي البي عباره عن 100 اند 2. طب هو عايز مين؟ عايز الميجر اوف انجل سي، يبقى على طول 51 ايه ديجريز. المساله دي صعبه يعني ما بتجيش كتير، بس يعني تبقى انت عارف بتحلها ازاي. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي choose the correct answer from those between brackets. If the side lengths of a triangle are different، يعني كل السايدز are different، يبقى الترينجل بنسميه ايه؟ تمام، سكالين. طيب الترينجل whose sides are 7 و 4 و 7 بنسميه ايه؟ بص بعينك تلاقي عندك ال 7 وال 7 متكرره مرتين، يعني في تو سايدز قد بعض، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ايزوسلس على طول. طيب اللي بعد كده the triangle whose side lengths are 8 و 6 ونقط is called scallion. يعني هو عايز نختار واحد هنا عشان يبقى scallion. scallion يعني ايه؟ يعني كلهم مختلفين. هل ينفع اختار ال 8؟ ما ينفعش، ان في اختها هنا هيبقى ايزوسلس، يبقى في اتنين قد بعض. هل ينفع اختار ال 6؟ ما ينفعش، ان في 6 هنا هيبقى ايزوسلس، يبقى لازم اختار مين؟ لازم اختار ال 4 عشان يبقى 8 و6 و4 كلهم مختلفين عشان يبقى سكالين. نمبر دي بيقول لي the sum of measures of the interior angles of a triangle is twice of the measure of a angle. يعني مجموع الزوايا، مجموع الانجلز اللي جوه الترينجل قد ايه مرتين؟ twice يعني مرتين. قد انهي انجل مرتين؟ احنا قلنا ان هي الميجرز بتاع الانتيريور انجلز كلهم 180. احنا عايزين 180 نقسمها لحاجتين زي بعض، يبقوا اتنين ستريت، في عندنا حاجه اسمها الستريت انجل، الواحده منهم ب 180 يبقى الاثنين منهم 360، ولا اتنين رايت ولا اتنين اكيوت؟ لا، ال 180 ممكن اقسمها 90 و90، ولما اعملهم هما الاثنين بلس يديني 180. يبقى فعلا الاجابه الصحيحه هنا ان السم اوف ميجرز اوف ذا انتيريور انجلز اوف ا تريانجل از توايس اوف ذا ميجر اوف ا رايت انجل، يبقى هنا رايت. طيب هنا بيقول لي 50 و70 و60 ار ذا ميجرز اوف ذا انجلز اوف اي تريانجل او اوبتيوز، ان اوبتيوز ولا رايت ولا ان اكيوت؟ هم كلهم ايه؟ مين الكبيره؟ الكبيره 70. طب ال 70 عباره عن ايه؟ عباره عن اكيوت، يبقى كلهم ايه؟ يبقى الترينجل ايه؟ اكيوت انجل. طيب نيجي بعد كده بيقول لي بوت كوريكت اند فولس. بيقول لي زير كان بي تو رايت انجلز ان ا ترينجل، ان وان ترينجل، ينفع يكون في اثنين رايت؟ ما ينفعش، احنا قلنا ما ينفعش ابدا، اي ترينجل لازم يكون في واحدة بس رايت وواحدة بس اوبتيوز، ما ينفعش ابدا يكون في اتنين رايت. طيب there can be three acute angles in one triangle، ممكن يكون في three acute angles في one triangle، ممكن. طيب اللي بعديها in the triangle ABC الميجر اوف انجل A 40 والميجر اوف انجل بي 50، then this triangle is right angle. الاول لازم اعمل ايه؟ لازم اكشف الثالثه. هو مديني الاي ومديني البي، مين ناقصني؟ ناقصني الميجر اوف انجل سي. طب اجيبها ازاي الميجر اوف انجل سي؟ اتفقنا لو مديك الاثنين اعمل لهم بلس 50 و 40، 0 5 بلس 4 يديني 9. يبقى انت عندك الاثنين دول 90، يبقى التالتة كام؟ التالتة 180 - 90 اللي هي تديني 90، يبقى دي 90 ايه؟ ديجريز. 90 يعني رايت، وطالما في واحدة رايت يبقى الترينجل اسمه ايه؟ رايت انجل تريانجل، يبقى الستيتمنت دي مظبوطة.
اللي بعديها all the angles of the obtuse angled triangle are obtuse. الترينجل اللي اسمه obtuse كل الانجلز اللي فيه obtuse؟ لا، في واحدة بس obtuse واثنين acute، لان اي ترينجل فيه اثنين acute، يبقى دي غلط. اللي بعديها there can be a right angle and an obtuse angle in one triangle. ينفع triangle تلاقي فيه واحدة right وواحدة obtuse؟ مستحيل، ان احنا قلنا في اتنين اكيوت، يبقى انا فاضل لي يا اما واحده رايت يا اما واحده اوبتيوس. ما ينفعش ابدا تلاقي في رايت واوبتيوس في نفس الوقت، يبقى دي غلط. It is possible to draw a triangle with two obtuse angles. ينفع ارسم تريانجل في اتنين اوبتيوس؟ قلنا طبعا لا، في اتنين اكيوت ماشي، لكن اتنين اوبتيوس لا، واحده اوبتيوس اه، يبقى دي غلط. Any equilateral triangle is an isosceles. احنا قلنا الحكايه دي، قلنا ممكن نعتبر الإكوالاترال إيزوستلس، لكن ما ينفعش العكس، يبقى دي صح. Any إيزوستلس is an إكوالاترال، قلنا ما ينفعش دي، ما ينفعش أقول على إيزوستلس إكوالاترال، لكن ينفع أقول إن إكوالاترال إيزوستلس، يبقى دي غلط. طيب The measure of the straight angle، يعني إيه كلمة الستريت أنجل دي؟ الستريت أنجل دي اللي هي كده أنجل كده، اللي هو بتاع الستريت لاين، متكونه من ايه؟ متكونه من اتنين رايت، ادي رايت اهي وواحده رايت الناحيه الثانيه، دي تبقى 90 ودي تبقى ايه 90. لما نحط الاثنين على بعض يدوني 180 degrees، يبقى الستريت انجل 180. دي بتساوي بتيكوال ايه؟ ذا سم اوف ذا ميجرز اوف ان انجلز اوف ا تريانجل. احنا السم اوف ميجرز بتاعت الانجل بتاعت الترينجل كام؟ 180. طب والستريت انجل بكام؟ 180. يبقى فعلا الاثنين قد بعض، يبقى دي كده كوريكت. نيجي نشوف اللي بعد كده، بيقول لي complete using less than equal or greater than the measure of the obtuse، وهنا the measure of the straight angle. الستريت انجل زي ما قلت لكم اللي هي اللي فوق دي اللي هي 180. طب الاوبتيوز دي أكبر من كام ولزن كام؟ الأوبتيوز المفروض إن هي greater than ال 90 ولزن 180. يبقى مين الأكبر؟ دي الأكبر، يبقى الأوبتيوز لزن الستريت. طيب الميجر أوف ذا ستريت اللي هي 180 هنا إيكوال إيه؟ ذا سم أوف ذا ميجرز أوف ذا انتيريور أنجلز أوف التريانجل، مجموع القياسات بتاعه الانجلز بتاعه المثلث دي كلها 180، وقلنا نحفظها، يبقى الاثنين قد بعض. الستريت قد الايه؟ قد الصم. طيب ذا سم اوف ميجرز اوف تو اكيوت انجلز، انا عندي اثنين اكيوت وعندي السم اوف ميجرز اوف ذا انتيريور انجلز اوف التريانجل، السم اوف ميجرز اوف الانتيريور انجل ده 180. طب احط اثنين اكيوت على بعض هيبقوا قد ال 180 ولا اكبر ولا اقل؟ طبعا اقل، لان التريانجل لازم يكون فيه 3 اكيوت، ال 3 بيوصلك ل 180، يبقى لما يكون فيه 2 بس يبقى لازم يكون اقل من ال 180. طيب السم اوف ميجرز اوف 2 رايت، 2 ايه؟ 2 رايت اللي هم دول اهم، 2 رايت اهم، ايه علاقتهم بالسم اوف ميجرز اوف الانتيريور؟ يعني ايه علاقتهم ب 180؟ الاثنين قد بعض، يبقى دول هنا ايه؟ ايكوال. بروبلم اي بيقول لي ذا سم اوف ميجرز اوف تو اوبتيوز انجلز، تو اوبتيوز ايه علاقتهم بالسم اوف ميجرز اوف ذا انتيريور انجلز اوف ا تريانجل؟ الانتيريور انجل اوف ا تريانجل لازم تحفظها تماما اللي هي 180. طيب لو عندي الاثنين اوبتيوز، الاوبتيوز الواحده جريتر ذان ايه؟ ذان 90. طب هما اتنين، يبقى انا عندي اوبتيوز وكمان واحده اوبتيوز، يبقى التانيه برضو جريتر ذان ايه؟ ذان 90. فتعال نحطهم على بعض، يعني 2 اوبتيوز هيبقى جريتر ذان ايه؟ 90 و90 180. تمام، يبقى 2 اوبتيوز اكبر من A 180، يبقى هنا greater than. طيب the sum of measures of the interior angles of a right angled triangle، اي triangle في الدنيا
السم اوف ميجرز بتاع الانتيريور انجلز، طالما شفت انتيريور انجلز يبقى على طول 180. ايه علاقتهم بالسم اوف ميجرز اوف ذا انتيريور انجلز للاكيوت انجلد؟ برضه الاكيوت انجلد لازم يكون كل الانجلز اللي جواه 180. يبقى الاثنين دول ايه؟ دول ايكوال. يبقى دي كده مهمه عشان ممكن تلخبطك، تشوف كلمه رايت وتشوف كلمه اكيوت تفتكر ان الرايت اكبر من الاكيوت. لا، هو بيقول لك السام بتاع الانتيريور انجلز وهنا السام بتاع الانتيريور انجلز، يبقى الاثنين قد بعض. نيجي نشوف اكسرسايز 7، عايز يجيب الميسنج انجل. طيب الاكسرسايز ده انا بعتبره مهم جدا جدا، لازم تعرف ازاي تجيب الانجل الثالثه. هنعمل ايه دايما؟ هيكون عندي تو انجلز، هعمل للاثنين بلس. طب وبعد كده هعمل ايه؟ انا عارف ان كل اللي جوه 180، يبقى اقول ال 180 اشيل منهم الاثنين دول، يدوني مين؟ يدوني دي. طب نكتب الكلام ده ازاي؟ هنقول كده عندي 84 بلس ال 44. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنحط التو انجلز دول على بعض. يلا نعمل بلس 4 بلس 4 يديني 8، و 8 بلس 4 يديني 12. اوكي، يبقى الاثنين دول على بعض 128 degrees. طب دي اجيبها ازاي؟ اقول كده بقى 180 minus 128 اللي هي هتيكوال ايه؟ 0 minus 8 ما ينفعش، نبور 1 من ال 8 تبقى 7 وال 0 يبقى 10. 10 minus ال 8 يديني 2، 7 minus 2 يديني 5. اوكي، 1 minus 1 يديني 0 يبقى 52 degrees. يبقى اللي انا بدور عليها دي كده عباره عن ايه؟ عباره عن 52 ايه؟ ديجريز. المساله دي مساله مهمه جدا، الاكسرسايز كله هنشتغل فيه بنفس الطريقه دي، لازم تعرف ازاي تجيب الميسنج انجل. نيجي نشوف اللي بعد كده. طيب انا عندي هنا كام انجل؟ انا شايف واحده. خد بالك دي برضك انت عارفها، دي كام؟ دي 90. يبقى نعمل ايه اول حاجه؟ نحط الاثنين دول على بعض، يبقى 90 بلس 36 هتيكوال كام؟ 0 بلس 6 6، 9 بلس 3 12. يبقى الاثنين دول على بعض هما الاثنين 126 ديجريز. اعمل ايه؟ كل اللي جوه 108، دي ودي ودي كلهم 108. اشيل بقى من ال 108 اشيل منهم الاثنين دول يديني دي. يعني ايه كلمة اشيل؟ يعني سبتراكت، اعمل ماينس، اقول كده 180 ماينس 126. الزيرو يبقى 10 وال8 تبقى 7. 10 ماينس 6 is 4، 7 ماينس 2 يديني ايه؟ يديني 5. يبقى الانجل دي عبارة عن 54 degrees. نيجي اللي بعد كده نفس الكلام، خلاص اتعودنا بقى، اخد الاثنين دول اعمل لهم سم، يبقى 94 بلس ال 43، 4 بلس 3 is 7، 9 بلس ال 4 13. وبعد كده اقول 180 اشيل منها ال 137 اللي هي هتيكوال هنا يبقى 10 وهنا 7. 10 minus 7 3، 7 minus 3 يديني ايه؟ يديني 4. يبقى الانجل دي كده عباره عن 43 ايه؟ degrees. نيجي نشوف اكسرسايز دي، ادي التو انجلز اللي عندي هنعمل لهم اديشن، يبقى ال 68 بلس ال 35، 8 بلس ال 5 بعد ال 8 9 10 11 12 13، يبقى 3 ونكاري اب ال 1. 6 بلس 1 is 7 بلس 3 يبقى 10، يبقى 103 degrees. طيب بعد كده نعمل ايه؟ انا عندي كل اللي جوه 180، اشيل منهم الاثنين دول، يعني اشيل من ال 180 ال 103 يديني مين؟ الانجل دي. ك
كلمة نشيلها يعني ايه؟ يعني نعمل subtraction، يعني 180-103، 0-3 ما ينفعش، يبقى ال 0 يبقى 10 وال 8 تبقى ايه؟ تبقى 7. 10-3 يديني 7، 7-0 يديني ايه؟ يديني 7، و1-1 يديني 0. طيب يبقى الانجل الميسنج دي عبارة عن ايه؟ 77 ديجري. اللي بعديها نعمل الاثنين دول بلس، 42 بلس 27، 2 بلس 7 يديني 9، 4 بلس 2 is 6. طيب نعمل بعد كده 180-69، ده يديني 10، ده يديني 7، 10-9 يديني 1، 7-6 يديني 1، وال1 ده ايه؟ 1-0 هنا 0 يديني ايه؟ يديني 1. يبقى 111، يبقى الانجل دي كده 111. نيجي اللي بعديها نعمل الاثنين دول سم، يبقى 90 بلس 38، يبقى يديني 0 بلس 8 يديني 8، و9 بلس 3 يديني 12. بعد كده 180-128، 0-8 ما ينفعش، ال 0 يبقى 10، هنبور 1 من ال 8 تبقى 7، 10-8 يديني 2، و 7-2 يديني ايه؟ يديني 5. يبقى الانجل دي عباره عن 52 ديجريز. نيجي اللي بعد كده نفس الكلام، ناخد الاثنين دول نعمل لهم صم، لازم تحفظ الخطوات دي بقى. 51 بلس 39، 1 بلس 9 يديني 10، 0 وهنكاري اب 1، 1 بلس 5 is 6، 6 بلس 3 يديني 9. لما يكون واحده الاثنين 90 يبقى دي على طول ب 90، ليه؟ لان هقول 180-90، 0-0 يديني 0، 8-9 ما ينفعش، هنبر 1 من ال 1 اللي هو ال 1 نفسه يديني 18. يبقى 18-9 نعد من ال 9 لحد ما نوصل لل 18، تلاقي نفسك عديت 9 فينجرز، يبقى يديني ايه؟ 90. يبقى الانجل دي كده عباره عن ايه؟ 90 ديجريز. اللي بعديها لما تيجي تبص بعينك تلاقي ايه ده؟ ده ما فيش انجلز خالص مدهاني. طب ازاي هجيب الانجلز؟ تعال نبص ايه المعلومات اللي مدهاني. مديني ده 3 وده 3 وده ايه؟ وده 3. يعني الترينجل ده ايكوالاترال، واحنا قلنا ان الايكوالاترال كل الانجلز اللي جواه عباره عن ايه؟ عباره عن 60 ديجريز، يعني دي 60 ودي هنا 60 ودي هنا ايه؟ 60 ديجريز. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي which of the following can be measures of the angles of a triangle، يعني مديني مجموعه انجلز وبيقول لي هل الانجلز دي موجودة في ترينجل واحد ولا مش موجودة. طيب المسائل اللي زي دي افكر فيها ازاي؟ ايه المعلومة اللي عندي اللي تربط ما بين الثري انجلز دول؟ المعلومة اللي عندي ان الانتيريور انجلز الميجرز بتاعها ايكوال كام؟ ايكوال 180 degrees. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل للتلاتة بلس، اما اعمل اديشن للثلاثه اشوف اللي هيطلع. لو طلع 180 يبقى دول فعلا ممكن يكونوا ميجرز الايه؟ الانجلز بتاع التريانجل. لكن لو ما طلعوش ب 180 يبقى دول مش ميجرز الانجلز بتاع التريانجل. طيب نكتبها ازاي المساله دي؟ نقول كده، بصوا نكتبها ازاي، نقول الميجر اوف انجل اكس بلس الميجر اوف انجل واي بلس الميجر اوف انجل زد بي ايكوال 53 بلس 72 بلس 55. يلا نعمل اديشن، 3 بلس 2 5 بلس 5 يديني 10، 0 هنكاري اب 1، 1 بلس 5 is 6، 6 بلس 7 13، 13 بلس 5 يديني 18. طلعوا كام؟ 180. طالما طلعوا 180 يبقى على طول نكتب كده these angles
can be measured, can be measures of the angles of a triangle. Okay, يعني الانجلز دي ممكن تكون measures لانجلز في triangle. طيب نيجي اللي بعديها. هنا هنقول ايه؟ هنقول measure of angle F plus measure of angle R plus measure of angle H be equal 70 plus 60 plus 56, which is 0 plus 0 is 0 plus 6 is 6, 7 plus 6 13 plus 5 18, يبقى 186. ما ينفعش دول، ما ينفعش ابدا يعملوا تراينجل. يبقى these angles can't be an angles of a triangle. اللي بعديها عندي الميجر of angle Q plus الميجر of angle S plus الميجر of angle T اللي هم التلاتة هت equal معايا 33 plus 44 plus 103 which equal 3 plus 4 7 plus 3 10 0 and we have 1. 1 plus 3 is 4 plus 4 يديني 8 8 plus 0 يديني 8 وال 1 تنزل. تمام، يبقى 180. يبقى دول ينفعوا ايه؟ measures الانجلز in a triangle. اللي بعديها بيقول لي الميجر اوف انجل A equal الميجر اوف انجل B equal 40، يعني الـ A بـ 40 والـ B بـ A بـ 40. يبقى لما اجي اعملهم هم 3 بلس اقول 40 بلس 40 بلس 88 يديني ايه؟ 0 بلس 0 يديني 0 بلس 8 يديني 8 4 بلس 4 8 8 بلس 8 يديني 16. يبقى دول ما ينفعش ابدا يكونوا انجلز الـ A للتراينجل عشان ما طلعوش معايا 180 degrees. طيب نيجي مع بعضينا للمسائل بتاعت الدروينج. اول مساله بيقول لي draw the triangle ABC in which ال AB بكام؟ ب 4، ال AC بكام؟ ب 7، والميجر اوف انجل A equal 65. احنا اتفقنا مع بعضينا ان عشان ارسم تراينجل لازم يديني تو سايدز وانجل، يا اما يديني تو انجلز وايه؟ والسايد اللي ما بينهم. طالما مع بعضينا نشوف هنرسم الرسمة ازاي. اول حاجة هنحدد البوينت A. ادي البوينت A. بعد كده بيقول لي ايه؟ هنرسم اللاين سيجمنت AB equal 4 سنتيمتر. يبقى حاجة عند ال A وامشي كده على السطر 4 سنتيمتر لحد ما اوصل لل B. كده عملنا 4 وادي البوينت B. طيب بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هو بيقول لي انت عندك الـ AC 7 سنتيمتر، ما ينفعش ارسم الـ AC على طول لان انا مش عارف الـ C فين، هطلع كده هطلع كده هطلع كده مش عارف. يبقى انا في الاول لازم احدد الاتجاه بتاعي اللي هيمشي عليه السايد اللي اسمه AC. يبقى انا محتاج انجل، محتاج الانجل بتوضح لك الاتجاه. طب هو بيقول لي الميجر اوف انجل A equal 65. طيب طالما قال لي انجل A يبقى اجيب السنتر بتاع البروتراكتور بتاعتي واحطه عند الايه؟ على الايه. طب اعد ازاي؟ اعد من هنا ولا اعد من هنا؟ بص بعينك مين هو الزيرو اللي على اللاين؟ ادي الزيرو اهو، شايفه هو الزيرو ده. نمشي من اول الزيرو 0 10 20 30 40 50 60 كده 70. يبقى انا عديت ال 65. يبقى 65 الشرطه الايه؟ الشرطه دي اللي عامله 5. امشي واحط ايه؟ احط بوينت هنا. عدينا ال 65 احط ايه؟ احط بوينت. بعد كده نعمل ايه؟ بعد كده اعمل خط طويل ما بين البوينت ايه والبوينت اللي انا حددتها بالبروتراكتور. ليه؟ دي هتديني راي اهو، هنرسم راي من البوينت ايه واصل بالبوينت دي.
بعد ما عملت الري هنعمل ايه؟ هندرو فروم البوينت اللي اسمها ايه، يعني هنرسم من اول ايه لاين سيجمنت كده على الخط ده، يعني تيجي من المسطره تحط الزيرو هنا وتعد 7 سنتيمترز لحد ما توصل للبوينت الثانيه اللي اسمها سي. يبقى هي دي البوينت اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها سي. طب بعد كده نعمل ايه؟ خلاص انا جبت الاي بي والاي سي، يبقى اللي فاضل لي ارسم الايه؟ البي سي. يبقى انا كده خلصت الرسمه بتاعتي. طيب دلوقتي مطلوب منك بعد ما شفت الرسمه كل خطوه وانت بتشوفها كده تعمل زيها. طيب تعال نشوف المساله اللي بعد كده. بتقول لي ايه المساله اللي بعد كده؟ درو التريانجل ال ام ان ان ويتش ال ام 3 و ام ان 4 والميجر اوف انجل ام ايكوال 90. يعني نفس اللي هعمله بالظبط هنعمله تاني، هناخد سايد وبعد كده هناخد الانجل وناخد عليها السايد ده. بيقول لي زين ميجر ذا لينس اوف ال ان، شوف لي ال ان بكام واحسب لي البريمتر بتاع التريانجل. اول حاجه عندنا هنحدد البوينت ام. انا هرسم الام ان الاول عشان هو 4 سنتيمتر. دايما بنحط السايد الكبير نعمله ايه؟ نعمله بيز. انا حددت البوينت ام، اجي منها كده اخد 4 سنتيمتر على السطر. كده انا عملنا 4 وصلنا لحد البوينت اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ام. طيب ينفع بعد كده ارسم الام على طول؟ ما ينفعش. احنا قلنا لازم نحدد الاتجاه الاول، يعني نرسم سايد وبعد كده انجل. طب هو بيقول لي ايه؟ الميجر اوف انجل ام ايكوال 90. يعني نيجي بالسنتر بتاع البروتراكتور على الام ونعد من اول الزيرو اللي موجود على اللاين نعد 90. اهو ادي الزيرو، نوصل لحد الايه؟ ال 90 اهي. ونحدد ايه؟ ونحدد بوينت. بعد ما احدد البوينت دي اعمل ري ما بين الام والبوينت دي، خط طويل كده. طيب بعد كده نعمل ايه؟ انا كده قدرت احدد الاتجاه اللي هيمشي عليه السايد الثاني اللي هو 3 سنتيمتر اللي اسمه ال ام. يبقى هندرو هنرسم من الام لاين سيجمنت ويز لينث 3 سنتيمتر لحد ما نوصل للبوينت اللي اسمها ال. الخطوات دي وانا بعملها تعملها ورايا بالظبط. كده احنا وصلنا ايه؟ خدنا 3 سنتيمتر اهو، وصلنا للبوينت اللي اسمها ال. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده المفروض بقى ان احنا هنوصل ما بين ال ال والام. يبقى انا كده خلصت الايه؟ خلصت الرسمه بتاعتي. لما نيجي نقيس بقى دي بالمسطره بتاعتنا نلاقي دي عباره عن 5 سنتيمتر. طيب ايه اللي هو طالبه تاني؟ هو كان طالب معانا البريمتر اوف ذا تريانجل. يبقى نكتب كده ذا بريمتر اوف ذا تريانجل. هيكوال معنى ايه؟ البريمتر يعني كل السايدز اعمل لهم بلس، يعني ال ام هعمل له بلس ال ام ان، نعمل له بلس ال ال ايه؟ ال ال ان. طب ال ام ان دي كانت بكام؟ دي كانت 4 سنتيمتر، وال ال ام دي كانت كام؟ كانت 3 سنتيمتر، ودي قلنا 5 سنتيمتر، يبقى كله هيكوال كام؟ هيبقى 3 بلس 4 بلس الايه؟ ال 5 اللي هي 12 ايه؟ سنتيمتر. نيجي مع بعضينا نشوف البروبلم اللي بعد كده، بروبلم 11. بيقول لي درو التريانجل اكس واي زد ان ويتش اكس واي ايكوال واي زد ايكوال 6. يبقى هو مديني كام سايد؟ مديني 2 سايدز، يعني الاكس واي ده كده الاكس واي ب 6 سنتيمتر والواي زد ب 6 سنتيمتر، يبقى مديني 2 سايدز وايه؟ وانجل. يبقى زي ما كنا بنرسم بالظبط المسالتين اللي فاتوا هنرسم بالظبط المساله دي. نحط مين از ابيز؟ يعني نرسم مين تحت؟ اي واحد فيهم. يبقى هنرسم سايد وبعد كده ناخد الانجل واخد السايد الثاني على الري اللي خدته من الانجل وبعد كده نشوف هو طالب ايه. تعال نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. اول حاجه عندنا نحدد البوينت اكس وبعد كده نرسم اكس واي 6 سنتيمترز.
وانا بشتغل تشتغل معايا بالمسطره والقلم بتاعي. يبقى انا وصلت للبوينت اللي اسمها مين؟ البوينت اللي اسمها واي. طيب بعد كده نعمل ايه؟ المفروض ان نرسم السايد الثاني. اتفقنا مع بعضينا ان السايد الثاني ما بيطلعش الا على الري اللي خارج من الانجل، يبقى انا لازم ارسم الانجل الاول. طيب الانجل اللي هو مديهاني المره دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي الميجر اوف انجل واي ايكوال 60، يبقى لازم عند الواي اقف، ما اقفش بقى المره دي ما اقفش عند الاكس، اقف عند الواي. طب لما اجي اعد ال 60 هنعد زي ما بنعد من كل مره من الزيرو ده؟ لا، المره دي اعد من الزيرو ده، لان احنا قلنا هنشتغل من الزيرو اللي على اللاين. طب فين ال 60 بقى؟ اهو ادي 0 10 20 30 40 50 60، يبقى همشي لحد ما اقف عند البوينت ايه؟ البوينت دي. يبقى هو ده الاتجاه اللي همشي عليه. بعد كده نعمل ايه؟ نعمل الري اللي بنعمله كل مره من البوينت واي خط طويل اوصله بالبوينت دي. بعد ما خدت الخط الطويل ده انا كده جاهز ان انا ارسم السايد الثاني اللي هو قال لي عليه اللي هو الواي زد. هندرو من البوينت واي لاين سيجمنت كده خط طوله 6 سنتيمترز لحد ما اوصل للبوينت زد. يبقى هي دي البوينت اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها زد. وبعد كده نوصل مين؟ خلاص اوصل بعد كده الاكس بالايه؟ بالزد. يبقى في المثلث بتاعي. هو طالب مني بعض المطالب، بيقول لي عايز اللينس اوف اكس زد. يبقى انا بالرولر بتاعتي اقيس الاكس ايه؟ زد، هتلاقيها 6 ايه؟ سنتيمتر. طيب انا في الاول كنت جايب الاكس واي ب 6 سنتيمتر والواي زد 6 سنتيمتر. لما تيجي تبص بعينك تلاقي هنا 6 سنتيمتر و6 و6، يبقى ده الترينجل ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ايكولاترال ترينج. تمام؟ طيب وخد بالك احنا ايه؟ دي واخدينها 60. طب احنا اتفقنا ان الايكولاترال ترينجل ده ماله؟ ده ترينجل كل الانجلز بتاعته ايه؟ 60. تمام؟ طب ايه المطلوب الثاني؟ هو بيقول لي عايز الطيب اوف ذا ترينجل اكوردنج تو اللينسز اوف اتس سايد. اكوردنج تو اللينسز، يبقى الاجابه بتاعتي اللي هو ايكوالاترال ترينجل. المطلوب اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي عايز الطيب اوف ذا ترينجل اكوردنج تو ذا ميجرز اوف اتس انجلز. طب احنا الانجلز بتاعتي مين اكبر واحده فيهم؟ ال 60، كلهم قد بعض. يبقى هنعتبر ان ال 60 اكبر واحده. يبقى الترينجل ده اسمه ايه؟ اسمه اكيوت انجل ترينجل. نيجي نشوف البروبلم اللي بعد كده. بروبلم 12 هنخليها ايه؟ هنخليها هوم ورك. دي كده تبقى ايه؟ تبقى هوم ورك. طبعا سهله جدا. هنرسم الترينجل دي اي اف. هناخد الاول دي اي 5، اعمل الانجل 80 من البوينت اي، وبعد كده اخد عليها الايه؟ ال 6 سنتيمتر واقفل الترينجل بتاعنا. وبعد كده نشوف الايه اللي هو طالبه. بيقول لي وات از ذا سام اوف ميجرز اوف تو انجلز اف دي اي ودي اف اي. الانجلز الثانيه هتقيسها بالبروتراكتور وتشوف الانجلز عباره عن ايه. بيقول لك اه يوز البروتراكتور عشان تجيب الانجل دي. وبعد كده كالكوليت الانجل دي وزاوت ميجرنج. يعني ايه وزاوت ميجرنج؟ انت عندك واحده وجبت الثانيه، تعمل الاثنين سام واللي يطلع نعمل 180 ماينس الايه؟ الصم اللي انت جبته. ويقول لك وات از ذا تايب اوف الترينجل ده اكوردنج تو الميجرز اوف اتس انجلز. طبعا دي ايه؟ سهله، هتشوف اكبر انجل عندك وتحدد على اساسها الايه؟ الترينجل. نيجي بروبلم 13. بروبلم 13 بيقول لي درو ترينجل اي بي سي، اي بي ايكوال بي سي ايكوال 4، يعني ايزوسلس لان في اتنين زي بعض. وبيقول لي الميجر اوف انجل بي ايكوال 70، يعني هرسم الاي بي الاول وبعد كده اخد الدايركشن بتاع ال 70 وارسم عليه السايد الايه؟ الثاني. وبيقول لي بعد كده ديترماين التايب اوف ذا ترانجل اكوردنج تو الميجرز اوف اتس انجلز تو ذا لينسز اوف اتس سايد. تو ذا لينسز اوف اتس سايد دي سهله، ان انا عندي التو سايدز دول زي بعض يبقى على طول هيطلع ايزوسلس. يبقى احنا هنشوف اكوردنج تو الميجر اوف اتس انجلز هيطلع ك.
كام بعد ما ايه بعد ما نرسمها. تعالوا نشوف هنرسمها مع بعضينا ازاي. اول حاجه هنديترماين البوينت ايه، ومن البوينت ايه ناخد 4 سنتيمترز لحد ما نوصل للبي. بعد كده نحدد الدايركشن بتاع الانجل اللي هو 70 ديجريز، وبعد كده ناخد الري اللي بناخده كل مره من البوينت لحد البوينت بتاعت الايه بتاعت ال 70 اتجاه ال 70. نعمل الري دوت اللي هو الاتجاه اللي هيطلع عليه السايد التاني، وبعد كده نرسم السايد التاني من البوينت بي. نعمل 4 سنتيمترز ما هو اللي هو قال لي 4 لحد ما اوصل للبوينت سي. بعد ما اوصل للبوينت سي اقدر بسهوله جدا اقفل الترينجل بتاعي عن طريق ان انا ارسم الايه اوصل الاي بالسي. نيجي بعد كده نكتب المعلومات بتاعتنا على الرسمه. الاي بي عندنا 4 سنتيمترز، وعندنا البي سي 4 سنتيمترز، وعندنا الانجل بي عندي 70. لما نيجي بالبروتراكتور بتاعتنا ونقيس الانجل اي ونقيس الانجل سي هنلاقي ان الانجل اي عباره عن 55 ديجريز، ونلاقي الانجل سي عباره عن 55 ديجريز. طيب يبقى according to measure of its angles ده عباره عن ايه؟ مين اكبر انجل عندي؟ اكبر انجل عندي 70. نوعها ايه؟ نوعها اكيوت. يبقى الترينجل ده الطيب بتاعه اكيوت انجل ترينجل. طيب according to measures of its sides، لما تيجي تبص بعينك تلاقي ان الاي بي قد مين؟ قد البي سي، في تو سايدز زي بعض، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايزوسليس ترينجل. نيجي نشوف البروبلم اللي بعد كده، بروبلم 14. ودي بدايات المسائل اللي هي بتاعت رسم الترينجل عن طريق ان هو يديني تو انجلز. كل المسائل اللي شفناها قبل كده كان بيديني تو سايدز ومعاهم انجل. تعالوا بقى نشوف ازاي هنرسم الترينجل لما يديني سايد واحد وتو انجلز. هنعمل ايه؟ هنرسم السايد ده الاول، وبعد كده من البوينت ايه نعمل ري عند الدايركشن بتاع ال 50، ومن عند البي اعمل الانجل 75 واعمل ري. التو ريز دول هيحصل لهم انترسكشن في نقطه هي البوينت ايه، هي البوينت سي. تعالوا نشوف هنعملها زي ما بعضينا كده. اول حاجه هنرسم مع بعضينا الاي بي ايكوال 6 سنتيمترز، ادي البوينت اي ومن عندها ارسم 6 سنتيمترز لحد ما اوصل للبوينت بي. بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده باجي عند البوينت اي واحط البروتراكتور بتاعتي. هو قال لي الميجر اوف انجل اي ايكوال كام؟ ايكوال 50 ديجريز. يبقى احط السنتر على الاي واعد من اول الزيرو لحد ما اوصل لل 50. طب همشي من عند انهي زيرو؟ الزيرو ده ولا الزيرو ده؟ تمام، بنمشي من على الزيرو اللي على اللاين، يبقى همشي من الزيرو ده. نعد 0 10 20 30 40 50، يبقى احط البوينت بتاعتي هنا. وبعد كده اعمل ري طويل، يبقى هو ده الري او الاتجاه بتاع الانجل 50. هو ده الري بتاع الانجل ايه؟ الانجل 50. طيب بعد كده نعمل ايه؟ نروح بالبروتراكتور على البوينت بي. قال لي ايه؟ قال لي الميجر اوف انجل بي ايكوال 75. يبقى احط السنتر عند البي وامشي من هنا كده لحد ما اوصل لل 75. فين الزيرو؟ الزيرو اهو، يبقى همشي من بره 0 10 20 30 40 50 60 70. يبقى ال 75 البوينت تبقى فين؟ تبقى هنا كده. بعد ما عملتها ناخد الري بقى من اول البوينت بي واطلع لحد البوينت ده، ناخد ري طويل كده. يحصل ايه؟ يحصل ان التو ريز يحصل لهم انترسكشن في بوينت اسمها سي. هي دي البوينت اللي انا بدور عليها. البوينت سي از انترسكشن بتوين التو ريز.
الانجل دي والانجل دي عملوا لي تو ريز الانترسكشن، اداني البوينت اللي انا بدور عليها اللي هي ايه اللي هي سي، وبعد كده نوصل الاي سي ونوصل البي سي. في الاول انت التو ريز دول انت رسمهم بالقلم الرصاص بخط رفيع قوي، يعني الري ده انت رسمه بالقلم الرصاص بخط رفيع قوي، والري ده بنرسمه بالقلم الرصاص بخط رفيع. بعد كده نعمل ايه؟ نتقل بقى على الحته دي من اول الاي لحد السي نتقل عليها، ومن اول البي لحد السي نتقل عليها. المساله اللي بعد كده بروبلم 15 بيقول لي درو تريانجل اكس واي زد، نفس الكلام مديني تو انجلز وسايد، يبقى هنرسم السايد ده الاول از ابيز، وناخد بعد كده كل انجل من دول اخدها بالبروتراكتور واطلع راي، التو رايز هيحصلهم انترسكشن في نقطه، النقطه دي هي الايه؟ هي البوينت الثالثه اللي هتبقى اسمها الواي اللي هو مديني الاكس زد، وبعد كده اوصل الايه التو سايد، وبعد كده بالرولر بتاعتي اجيب المطلوب اللي هو ايه؟ اللي هو عايزه. تعالوا نشوف هنعملها مع بعضينا ازاي. اول حاجه نحدد البوينت اكس، ومن عندها ناخد لاين 10 سنتيمتر لحد ما اوصل للبوينت زد. يبقى هي دي البوينت زد، انا واخد 10 سنتيمتر. بعد كده قال لي ايه؟ قال لي الميجر اوف انجل زد ايكوال 60 ديجري. يبقى اجي عند اقف عند الزد كده بالسنتر بتاعي، والزيرو اللي على اللاين اللي هو الزيرو ده اعد من التدريج اللي عنده. يبقى 0 10 20 30 40 50 60. يبقى احط بوينت ايه هنا واخد راي طويل. ناخد خط طويل. وبعد كده نيجي على ايه؟ نيجي عند الناحيه الثانيه، هو قايل لي ايه؟ قايل لي الميجر اوف انجل اكس ايكوال كام؟ ايكوال 30 ديجري. يبقى اعد 30، اعد منين؟ من الزيرو اللي على اللاين، امشي كده 0 10 20 30، يبقى ايه ال 30 الشرطه اهي، يبقى احط بوينت هنا واخد من عندها راي طويل. التو رايز زي ما انتم شايفين حصل لهم انترسكشن في نقطه، النقطه دي اسمها ايه؟ اسمها نقطه واي اللي انا بدور عليها. اهو البوينت واي دي الانترسكشن بتوين التو رايز. بعد كده نعمل ايه؟ نوصل الاكس واي والزد واي ونشوف اللي هو عايزه. هو عايز اللينس بتاع الواي زد، انت ممكن تقيسه بالايه؟ بالرولر بتاعتك. نيجي مع بعضينا نشوف بروبلم 16. بيقول لي درو تريانجل اكس واي زد ان ويتش اكس واي ايكوال 5، مديني سايد ومديني الميجر اوف انجل اكس ايكوال الميجر اوف انجل واي ايكوال 60، ومديني تو انجلز، يعني هستعمل البروتراكتور مرتين وهعمل تو ريز، والتو ريز هيحصلهم انترسكشن في نقطه. طب الانجل اكس بكام؟ الانجل اكس ب 60. هو قال لي ده ايكوال ده ايكوال 60، يبقى الاثنين ب 60. وبعد كده هنشوف الانجل زد ايكوال كام، وهنشوف مجموعه الحاجات اللي هو ايه اللي هو عايزها. وبعد كده بيقول لي ذا تايب اوف ذا تريانجل اكوردنج تو ذا ميجر اوف اتس انجلز عباره عن ايه. تعالوا نشوف كده هنرسمها ازاي مع بعضينا. اول حاجه نحدد البوينت اكس، وبعد كده ناخد 5 سنتيمتر لحد ما اوصل للبوينت واي، هي دي البوينت واي. قال لي الميجر اوف انجل اكس ايكوال 60، خلاص بقى احنا اتعلمنا. يبقى اجي عند الاكس وحط السنتر بتاع البروتراكتور وعد من الزيرو اللي على اللاين لحد فين؟ لحد ال 60، واخد راي طويل. بعد كده قال لي الميجر اوف انجل واي ايكوال 60، يبقى اقف بالسنتر عند الواي وناخد ال 60 نعد من الزيرو اللي على اللاين اللي هو هيبقى من الناحيه الثانيه المره دي، واخد البوينت هنا واخد راي طويل. تو ريز هيحصل لهم انترسكشن في نقطة، النقطة دي اللي هتبقى النقطة اللي اسمها زد. أنا التو ريز بتوعي أنا واخدهم بالقلم الرصاص بخط رفيع، يعني ده كده بخط رفيع قوي وده كده بخط رفيع قوي. بعد ما اخد البوينت زد نوصل اكس زد نتقل على الخط دوت، ونوصل الواي زد نتقل على الخط ايه؟ على الخط دوت. تعالوا نكتب المعلومات اللي احنا استعملناها على الرسمة بتاعتنا. الاكس واي 5 سنتيمتر، عندي الميجر اوف انجل اكس ايكوال 60 ديجريز، وعندي الواي 60 ديجريز. طيب هو طالب ايه؟ بيقول لي عايز الميجر اوف انجل زد.
لو انا عندي واحده 60 و 60 اجيب الثالثه ازاي؟ طبعا هي هتبقى 60، لكن لو احنا عايزين نجيبها نجيبها ازاي؟ زي ما اتفقنا نعمل الاثنين دول بلس 60 بلس 60، 0 بلس 0 يديني 0، 6 بلس 6 ايكوال ايه؟ 12. اعمل ايه بعد كده؟ اقول 180 ماينس 120، 0 ماينس 0 يديني 0، 8 ماينس 2 يديني 6، و 1 ماينس 1 يديني 0. يبقى الانجل دي بكام على طول؟ يبقى الانجل دي ب 60 ايه؟ ديجريز. طيب هو بيقول لي ايه؟ عايز اللينث اوف واي زد اند زد اكس. طب لما يكون 60 و 60 و 60 يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايكوالاترال، واحنا عرفنا ان الايكوالاترال كل السايز بتاعته قد بعض. يبقى طالما ده 5 يبقى اكيد ده برضه 5 سنتيمتر وده كمان 5 ايه؟ سنتيمتر. يعني اللينث اوف واي زد، يعني الواي زد عندي هتيكوال 5 سنتيمتر والايه؟ والزد اكس ايكوال 5 سنتيمتر. طيب اخر حاجه طالبها مني عايز التايب بتاع التريانجل اكوردنج تو الميجرز اوف اتس انجلز. هو الانجلز بتاعته كلها اكيوت، يبقى التايب بتاعه ايه؟ اكيوت انجلد تريانجل. نيجي نشوف البروبلم اللي بعد كده، بروبلم 17. بيقول لي درو تريانجل ال ام ان، ان ويتش ام ان يعني مديني سايد ب 6 سنتيمتر ومديني الانجل ام ب 40 والانجل ان ب 70. يبقى زي ما بنعمل هناخد السايد ده الاول وبعد كده اخد الانجل دي واعمل ري واخد الانجل دي واعمل ري والانترسكشن يبقى هي البوينتز اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ال. في حبه طلبات، بعد ما نرسم الرسمه هنشوف هو عايز ايه. تعالوا كده مع بعضنا نشوف هنرسم الرسمه ازاي. اول حاجه هنحدد البوينت ام واخد من عندها لاين سيجمنت ام ان 6 سنتيمتر. امشي كده بالايه على السطر كده لحد ما اوصل للبوينت اللي اسمها ان. قال لي ايه بعد كده؟ قال لي الميجر اوف انجل ام ايكوال 40، يعني حاجه احط السنتر عند الام ومن الزيرو اللي على اللاين اعد لحد ال 40 واخد نقطه واخد ري طويل بالقلم الرصاص بخط رفيع كده اهو. بعد كده ناخد ري طويل من اول الام لحد البوينت دي. بعد كده قال لي ايه؟ قال لي عندي الميجر اوف انجل ان ايكوال 70، يبقى اجي احط السنتر عند الان ومن اول الزيرو اللي على اللاين التدريج البعيد اعد لحد ال 70 اخد نقطه واعمل ري بقلم رصاص بخط رفيع لان انا بعد كده حاجه تقل على الصايد. يحصل لي بقى بوينت عندي حصل لها انترسكشن ما بين التو لاينز، هي هتبقى البوينت ايه؟ البوينت ال. يعني البوينت ال از انترسكشن بتوين ذا تو ريز، هي دي البوينت ال. بعد كده نتقل على الام ال ونتقل على الان ال، يبقى انا كده رسمت الايه؟ التريانجل بتاعي. قبل ما نشوف الطلبات اللي هو عايزها مننا نحط البيانات بتاعتنا على الرسمه. انا عندي الام ان بكام؟ ب 6 سنتيمتر، يبقى دي 6 سنتيمتر. عندي ايه تاني؟ الميجر اوف انجل ام ايكوال 40، يبقى دي كده 40 ديجريز. الميجر اوف انجل ان ايكوال 70، يبقى كده دي 70 ديجريز. عايز ايه هو بقى؟ وزاوت يوزنج البروتراكتور، من غير ما تقيسها بالبروتراكتور عايزين الانجل ال. طبعا احنا حالين زيها في الاكسرسايزز كتير. بنعمل ايه في الحته دي؟ انا ما يجي لي تو انجلز اعمل لهم الاثنين بلس، يبقى انا عندي 70 بلس ال 40، 0 بلس 0 يديني 0، 7 بلس 4 يديني 11. يبقى انا عرفت ان الاثنين دول 110. كنا بنجيب الثالثه ازاي؟ اقول 180 عشان هم كلهم 180، اخد منها بقى لمين؟ ال 110 يعني ماينس 110 يديني ايه؟ 0 ماينس 0 يديني 0، 8 ماينس 1 يديني 7، 1 ماينس 1 يديني 0 ما اكتبوش. يبقى مين بقى ال 70 دي؟ يبقى هي الانجل دي كده هي ال 70 ايه؟ 70 ديجري. يبقى لما اجي اكتبها اقول له ايه؟ اقول له كده الميجر اوف انجل ال ايكوال كام؟ ايكوال 70 ديجريز. ام دي يعني كلمه اختصار لكلمه ميجر، واحنا قلنا ان السيمبل ده يعني انجل، وادي الايه؟ وادي الليتر بتاع مين؟ ال اللي هو اسم الايه؟ اسم الانجل. طيب بعد كده قال لي ايه؟ قال لي وات از ذا تايب اوف ذا تريانجل اكوردنج تو الميجر اوف ايتس انجلز.
يعني حسب الانجلز بتاعته اسمه ايه؟ ما تيجي تبص بعينك نطلع اكبر انجل، اكبر انجل عندي ال 70 يا دي يا دي. طب ال 70 دي اكيوت ولا رايت ولا اوبتيوز؟ لا ال 70 عباره عن اكيوت انجل، يبقى اسم الترانجل ايه؟ على اسم الانجل، اكيوت انجل ترانجل. جميل. ايه طالب تاني؟ يقول لي what is the type of the triangle according to its side lenses. على حسب السايد لينسز بتاعنا هيكون ايه؟ لما تيجي انت وبيقول لك measure lenses of a side، قيس الايه؟ قيس السايد. لما هنيجي نقيس مع بعضينا ال ام ال دي، اسحب الرولر هيطلع معاك 6 ايه؟ 6 سنتيمتر. هتلاقي ان السايد ده قد مين؟ قد السايد ده. طيب طلع عندي تو سايدز ايكوال، يبقى الترينجل ده اسمه ايه؟ اسمه ايزوسليس ترينجل. نيجي نشوف مع بعضينا بروبلم 18. بيقول لي درو ترينجل اي بي سي ان ويتش اي بي ب 10 والميجر اوف انجل اي 55 وبي 35، يعني تو انجلز وايه؟ وسايد. هنرسم السايد الاول تحت از ابيز، وبعد كده ناخد الانجل دي ونطلع راي، والانجل دي ونطلع راي، والتو ريز يحصلهم انترسكشن في البوينت اللي اسمها سي، وبعد كده نجيب الطلبات اللي هو ايه عايزها مننا. تعالوا نشوف هنرسمها ازاي مع بعضينا. اول حاجه نحدد البوينت ايه، وبعد كده ناخد اللاين سيجمنت اي بي 10 سنتيمتر بالرولر بتاعتنا على السطر لحد ما اوصل للبوينت بي. في المساله هو كاتب لي ان الميجر اوف انجل اي ايكوال 55. نيجي بالسنتر عند البوينت بتاع البروتراكتور عند البوينت اي، وامشي من اول الزيرو اللي على اللاين، امشي اعد 55. هنا 50، ال 55 ما بين ال 50 وال 60، يبقى عند الاي عند الشرطه دي احط بوينت واخد راي طويل. الراي ده الدايركشن اللي هيحصل له انترسكشن مع الراي التاني. طيب قال لي ايه كمان؟ قال لي عند البوينت بي ناخد انجل، الانجل 35، يبقى نقف بالسنتر عند بي واعد من اول الزيرو اللي من الناحيه الثانيه، امشي لحد ال 35 واخد بوينت هنا واطلع راي طويل. التو ريز زي ما انتم شايفين هيحصل لهم انترسكشن في البوينت اللي هي البوينت ايه؟ البوينت سي بتاعتي. طيب انا التو ريز اللي انا كنت واخدهم دول، اللاين ده الكبير ده واللاين ده، انا باخدهم بالقلم بتاع الرصاص بخط رفيع. بعد لما بخلص اتقل بقى من اول الحته دي لحد اتقل على السايد ده واتقل على السايد التاني. اهو نتقل على الاي سي ونتقل على ايه؟ البي سي. بعد كده نكتب المعلومات اللي احنا استعملناها على الرسمه بتاعتنا، ودي مهمه جدا. الاي بي عندي 10، يبقى نكتب 10 سنتيمتر. ايه كمان؟ الميجر اوف انجل ايه 55، يبقى اكتب هنا كده 55 ديجريز. ايه كمان؟ الميجر اوف انجل بي 35، ودي 35 ايه ديجريز. تعال نشوف الطلبات اللي عايزها مننا. اول حاجه بيقول لي الميجر اوف انجل سي. عندك طريقتين، الانجل هو مش محدد لك، ما قالكش وزاوت يوزنج البروتراكتور، يبقى ممكن تيجي هنا بالبروتراكتور وتقف بيها هنا وبالسنتر عند السي وتقيس الانجل دي. لما هتقيس الانجل دي هتلاقيها معاك 90 ايه 90 ديجريز، يبقى دي كده 90 ايه 90 ديجريز. طب ممكن اجيبها بطريقه ثانيه؟ الطريقه بتاعتها اللي متعودين عليها، اعمل الاثنين دول بلس، يعني ال 55 بلس ال 35 هتيكوال معانا كام؟ 5 بلس 5 10 0، هنكاري اب 1، 1 بلس 5 از 6 بلس 3 از ايه؟ از 9، يعني 90 ديجريز. بعد كده اعمل ايه؟ اقول 180 ماينس مين؟ ماينس ال 90. 0 ماينس 0 يديني 0، 8 ماينس 9 ما ينفعش هنبور 1 من ال 1 ده اللي هو هناخده كله، يبقى 18 ماينس ال 9 يديني كام؟ يديني 9. يعني الانجل دي ممكن اطلعها بطريقتين، يا اما بالبروتراكتور يا اما بايه؟ يا اما بالكالكوليشن زي ما متعودين نحسبها كده. طيب ايه السؤال اللي بعد كده؟ بيقول لي عايز التايب اوف ذا تريانجل اي بي سي according to the measures of its angles. according to the measure of its angles، احنا شايفين ان انا عندي اكبر انجل اهي، اكبر انجل دي اسمها ايه؟ اسمها رايت، رايت انجل. يبقى الترانجل بتاعي اسمه رايت انجلد ترانجل.
وبعد كده بيقول لي عايز اللينسز اوف ايتس سايدز. دي بقى ممكن تعملوها انتوا بالرولر كده تشوف دي كام ودي ايه ودي كام. نيجي لبروبلم 19 بيقول لي درو تريانجل اكس واي زد ويتش از رايت انجلد ات واي. رايت انجلد ات واي يعني ايه؟ يعني هو مديك كده بالظبط الميجر اوف انجل واي ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجريز. يبقى هو مديك انجل اهو. طيب ومديني الواي زد بكام؟ ب 5 ومديني الزد بكام؟ ب 60. يبقى كل اللي هنعمله هنعمل ايه؟ هنرسم الاول الواي زد ب 5 زي ما احنا متعودين، واجي عند الواي اخد انجل 90 واطلع ري، وعند الزد اخد انجل 6 واطلع ري. التو ريز هيحصلهم انترسكشن في البوينت ايه؟ في البوينت اكس. طيب انا هنسيب دي كده، هنسيبها ايه؟ هنسيبها هوم ورك ان شاء الله. يبقى في الاكسرسايز كله انا سايب لكم مسالتين بس هوم ورك. نيجي مع بعضينا نشوف اخر مساله اللي هي مساله السينك اند انسر. تعالوا نشوف ايه الفكره بتاعتها. بيقول لي درو تريانجل اي بي سي ان ويتش الميجر اوف انجل اي ايكوال 70 والانجل بي ايكوال 30 والاي سي ايكوال 4. هتقول لي يا مستر سهله، ما الحقيقه زيها كتير. خد بالك هو مديك هنا تو انجلز بس السايد ده اي سي، احنا متعودين يجي لنا الاي بي وناخد الانجل اي ونطلع ري، ومن ناحيه بي ناخد الانجل بي ونطلع ري، يحصل لهم انترسكشن في سي. المره دي هو مديك الاي سي، يبقى طالما هو مديني الاي سي يبقى انا لازم اجيب الانجل سي. انا عندي لان انا كده كده لازم هرسم ده الاول، انا هرسم السايد ده الاول، وعندي الانجل اي يبقى انا محتاج اجيب الانجل سي. طيب هل المعلومات اللي عندي في المساله تقدر تخليني اجيب الانجل سي؟ ينفع اجيب الانجل سي، لان احنا اتفقنا لو انت عندك اي ترانجل في الدنيا في تو انجلز ممكن اجيب التالت. لو التو انجلز معروفين اجيبها ازاي؟ اعمل الاثنين دول بلس واقول ان التالت هتيكوا 180 ماينس الحاجه اللي ايه؟ ماينس اللي هيطلع لك هنا. يعني هنعمل هنحل المساله ازاي؟ اول حاجه اقول كده الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل بي ايكوال 70 بلس ال 30 اللي هتديني كام؟ هتديني 100. يبقى انا ممكن اجيب الميجر اوف انجل سي، يبقى الميجر اوف انجل سي هتيكوال معايا 180 ماينس ال 100 اللي هتديني 80 ديجريز. يبقى انا قدرت اجيب الانجل سي ب 80، ومش هبص خالص بقى لمين؟ لبي خالص. يعني بي دي انا استفدت بيها ان انا جبت الايه؟ السي. وهحل المساله ازاي؟ ان الاي سي ب 4 وعندي انجل ايه الميجر بتاعها ب 70 وعندي انجل سي الميجر بتاعها بكام؟ ب 80. تعالوا نشوف هنحلها مع بعض ازاي. اول حاجه هنعملها هنرسم الاي سي 4 سنتيمترز. ادي البوينت A، اخد بالرولر 4 سنتيمترز لحد ما اوصل للبوينت C. المره دي C بقى مش B. وبعد كده ايه اللي قال لي الميجر اوف انجل A ايكوال 70، ناخد من عند الA 70 وناخد ري، اعد من الزيرو لحد ما اوصل للA لل 70 يبقى البوينت هنا واطلع ري. الري ده بنعمله بالخط الرفيع عشان بنرجع نتقل عليه. طيب الميجر اوف انجل سي دي انا حسبتها، هو ما ادهانيش في المساله لكن انا حسبتها. اجي من عند السي واحط السنتر بتاعي بتاع البروتراكتور ونعد من الزيرو اللي على الايه اللي على اللاين لحد ما اوصل لمين؟ للايتي بتاعتي، وبعد كده اخد لاين طويل واخد ري بخط رفيع. التو ريز هيحصل لهم انترسكشن فين؟ في نقطه. النقطه دي هنسميها المره دي نقطه بي، وبعد كده اوصل الاي بي ووصل الايه البي سي. بعد كده نكتب المعلومات بتاعتنا على الرسمه. هو بيقول لي الاي سي بكام؟ ب 4 سنتيمتر، يبقى الاي سي ب 4 سنتيمتر. الميجر اوف انجل اي 70، الميجر اوف انجل بي موجوده ب 30، الميجر اوف انجل سي احنا حسبناها ب 80. تمام. تعال نشوف بقى الطلبات اللي هو عايزها. بيقول لي ايه؟ determine the type of the triangle according to the measures of its angles. يبقى انا بروح ادور على اكبر انجل. مين اكبر انجل؟ اكبر انجل ال 80. طب دي نوعها ايه؟ نوعها اكيوت. يبقى الترانجل اسمه ايه؟ اسمه اكيوت انجلد ترانجل. وبعد كده بيقول لي عايز
الطيب بتاع التريانجل اكوردنج تو اتس سايد لينسز. دي هحسبها لكم هوم ورك وتشوف دي هيطلع كام وده هيطلع كام، وهو هيطلع كده كده سكالين تريانجل. طيب بكده يبقى احنا خلصنا الليسون بتاع التريانجل، ليسون في غايه الاهميه، مهم جدا 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 ترسمه بايديكم. يعني كل مساله احنا اشتغلنا فيها لازم كل خطوه بتتعمل قدامك تعملها انت ايه على الورقه بتاعتك. ومش هاكد المسائل اللي سيبناها هوم ورك لازم نعملها، والهوم ورك الاساسي بتاعنا اللي هو الورك شيت اللي على اللسون. وبالتوفيق ان شاء الله.